نص ساعه وليدي تيشرشر في الدم ما جاتش لابيلانس، تقطع الدو تضرب الولد رجع على غفله. ولدي عنده 24 عام و4 شهور، قتلوا لي قالوا لي غدر بيه غدر بيه ضربوا بالغدر. انت سميتك محمد وولدي سميتو محمد، ضروني في ولدي. الساعة وليدي تيشرشر في الدم ما جاتش لابيلانس، هزو ولاد الحومه صحابو الله يكثر خيرهم داروا في كاشه طلعوه باش يعتقوه داو لحد الشاطو، يعني ضربوا فيه 300 متر ولا شحال. عاد جات لابيلانس تهز ديك الساعه يمكن توفى ولدي، توفى ليا في الطريق ولا ما عادش عند الشاطو. تنطلب يعني هو ماشي تقطع الضو، منين تقطع الضو تضرب الولد رجع على غفله، جا على غفله ضربوا بجنويه، جا قالوا فين كان خاي السيمو بديك الدور اللي دار وليدي عطاه لهنايا. ولدي عنده 24 عام و4 شهور، قتلوا لي قالوا لي غدر بيه غدر بيه ضربوا بالغدر. دخل البيار وليدي هز العصيه، دخل تيحامي على راسو ما قدرش حيت ما هز والو في يديه. نوع المشكل اللي عارفه انا هو العام الاخر بعدا جات امو عندي وتهجمات لي على بنتي في الحانوت، عندنا حانوت تهجمات على بنتي. انا سمعت الغوت خرجت نجري لقيتها تتغوت مع بنتي، قالت لها ولدي غيخرج من الحبس غيقتل خوك، ولدي غيخرج من الحبس غيقتل السيمو، غتعرفوا فاسا شنا هما. خرج انا جريتها خرجتها من الحانوت وديتها ندابز معاها، قلت لها ما، قالت لي ولدي تشد بالقرقوبي ولدك اللي كان واقف حداه، يعني هو عطاه للبوليس، هو تيتاجر في المخدر تيبيعهم في قرقوبي. انا ولدي مالو، ولدي بوليسي، قالك ولدك اللي عطاه. بقات تقول ديك الهضره ما ديتش فيها، ما ديكلارش ما ديتهاش فيها. قلت انا مرات تهضر وصافي، ولدها في الحبس تهضر ماشي مشكل، ما ديتهاش فيها. حتى النهار 28 والبارح جا وليدي راه غدر بيه وقتل لي، مات وليدي في السويس في الطريق ولا في السويسي ما عرف من فين مات. دفنت وليدي حبيبي البارح، دفنت السي محمد البارح، 24 عام و4 شهور و5 ايام مسكين عنده، ها هو قتلوه وصافي. لابيلانس ما كايناش، سيدنا الله ينصرو داير كلشي ولكن لابيلانس ما كايناش، ما تيخدموش لينا. سيدنا بغيتك تاخذ لي حق ولدي. مع جيت مع 8 وتولو 8 و4 تلاقيت بولدي، كنت خارج العربيه جيت من العربيه تلاقيت مع ولدي مع 8 و4 حتى الدار ديالي. قلت لي ولدي دخل، قال لي انا با جاي شويه. تندخل الدار تنقول الولد غيتبعني شويه، تجات البنت، بنتها تقول لي با خويا قتلوه خويا قتلوه. قلت لك كيفاش ولد خويا قتلوه؟ قالت لك خويا قتلوه. تنخرج يجوني الناس يقولوا راه ولدك مات، شكون اللي ضربوه؟ جا شي واحد تبعو البيار هجن ويا ضربوا اللور قتلوا تماك، هزوا في كاشه طلعوا تيعيطوا لابون بيا، ما جات لا لابون بيا لا والو. بقيت تسناو لابيلانس ما جاتش، شي ساعه وما يتسناو بيا ما جات لا لابيلانس لا والو. هزوه جات على حتى الاخر، تطلعوا عند الشريج طلعوه في كاشه حتى مات في الطريق. ملي مات سيدي في الطريق عاد جات لابيلانس هزاتو هزاتو داو للسويسي، شريت تاكسي انا وتبعتو. تندخل مع الباب تنصيب ولدي مغطي، تنقول لي واش باقي حياتي وبركه في راسك باش تولي. المسؤولين ما تيخدموش ما تيخدموش، ولدي لابيلانس يموت غارق في الدمايات ديالو، لابيلانس ما جاتش، علاش يخليو الدري يهزو؟ علاش ما يهزوش لابيلانس اللي خصها تجي؟ لابيلانس اللي خصها تكون. سيدنا الله ينصرك بغيت تاخذ لي حق ولدي، حق ولدي مات مغدور، بغيتو يتحكم اقصى العقوبه، بغيت ليه الاعدام كيف مات ولدي. كيغدرني في ولدي، بغيتو يتغدر حتى في حياته. ما يديروش لي 15 عام بغيتو كيقتل لي ولدي حتى هو يموت في الحبس، هو بغيت له الاعدام ولا بغيت له مؤبد، المهم ما يشوفش الدنيا. ولدي حرمني منه، ولدي الكبير 24 عام حرمني منه، ما داير ليه والو، ما داير ليه والو، غدر به ولابيلانس ما كايناش، وسيدنا خادم بلاد وما كاين والو. سيدنا بغيتك تحسبني بنتك واختك وتحق لي حق سي محمد. انت سميتك محمد وولدي سميتو محمد، تنضروني في ولدي. بقيت ما نقول غدروني في ولدي، ضيع لي شباب ولدي الكبير ضيع لي شباب. بغيت نعرف انا هاد السيد علاش قتل ولدي، اشنو السبب تضيعني في ولدي؟ هذاك الولد انا عزيز عليا بزاف وضيعني، تنطلب من سيدنا هو يهز لي حقي في هاد الناس اللي داروا لي ولدي هكا، وتنطلب من القضاء يهزوا لي حقي في الولد ديالي. هادي باش مات باش خرج السويسي، باش خرجتو من السويسي. مشينا لعند البوليس اليوم، داو الجنايات وخروه حتى الغدا غادي ندوزو معاه حنا. انا تنطلب من سيدنا هو اللي غيهز لي الحق ديالي في هاد الناس اللي ضيعوني في ولدي. ولدي عزيز عليا بزاف، راه ما تنسمحش ليهم، انا ما تنسمحش ليهم باش يضيعوني في الولد ديالي.
أسيل تنطلب أنا تنطلب منهم ماذا ولدي ضعت فيه بزاف. ولدي ضعت فيه هو الكبير عندي وعزيز عليا، علاش غيضيعوني فيه؟ إلا ما هزوش لي حقي راه شي حاجة أخرى كتكون. أنا تنطلب من سيدنا، هو اللي غيهز لي حقي في الولد ديالي. أنا حاجة وحدة تغدرت في ولدي، ولكن منين تشد ارتاحت شي شوية، ماشي ارتاحت ولكن شي شوية، لأن البوليس الله يكثر خيرهم شدوني في السويسي، طحت عنقوني وحسوا بيا وقالوا لي ولدك، قلت لهم ولدي تغدر خذوا لي حق ولدي، قالوا لي غيبات عندنا، وفعلا الله يكثر خيرهم الشرطة خدمات وفعلا بات عندهم ساعتين باش وقع ولدي المشكل، بات عندهم صراحة وخدموا الله يكثر خيرهم. تنشكر الشرطة لنا خدمو ساعتين ولدي، من بعد المد ولدي بساعتين تشدوه في بيزنطة زنقة سعود بغي يهرب لابس جلابة ديال الجبالة، يعني خداو لي حقي واخا ماشي هكاك ولكن خداو لي حقي. المهم بعدا ما بقاش تيدور في الزنقة، المهم عرفتو بأن خداو لي حق ولدي وتنشكرهم بزاف لأن خدمو. المهم جراو جراو لا بيجي كلشي وقف، كلشي الدراري وقفوا الله يكثرهم خير لنا هذا، كلهم كلشي البوليس وقفوا، طوقوا ضوا الحاجة، طوقوا بيزنطة، طوقوا كلشي، يعني وقفوا جاو كي الملك كلشي دخل ضوا الحاجة، كلشي وقف مع ولدي، الكنازة ديالو حتى هي كاع ولاد الحومة كلشي وقف مع ولدي، كلشي وقف معاه. والله يرحم ولدي ودعوا لي بالرحمة لولدي والله ياخذ لي حق ولدي، وهادشي اللي نقدر نقول والله يصبرني وعلى فراق حبيبي وصافي. هادشي اللي كاين. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.